خلال زيارة ولي العهد للصين ضمن جولته الآسيوية التي شملت باكستان والهند أيضا، أقر إدراج اللغة الصينية ضمن المناهج التعليمية في السعودية. فلماذا الصين، وما هي الخطة التي ستتضمنها المناهج التعليمية للغة الصينية؟ للحديث عن كثير من هذه التفاصيل أو معرفة تفاصيل أوسع، يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم. أستاذ مبارك، حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. الله يبقيك أخي فرح، وتحية لك وللمتابعين الكرام. حياك الله. متى سيبدأ تدريس اللغة الصينية في المناهج السعودية؟ هذا السؤال يعني يحتاج فعلا إلى أن تكون هناك الخطوات المهمة التالية دائما لمثل هذه التوجيهات وهذه القرارات. يعني تعرف أنه تطبيق يعني او منهج جديد او مقرر جديد يحدثه العديد من الخطوات التي لا بد ان تنفذها الوزاره الان وتبدا بها، وهي بدات فعلا في هذا الاتجاه. والترتيبات المهمه جدا حقيقه في تدريس اللغه من حيث المعلم والمقرر والاقبال وجميع حقيقه ما تحتاجه. وتعرف انه مثل هذه الامور تحتاج الى أن تأخذ وقتها الكافي لاستكمال وتحديد متى وكيف ومن أين تبدأ وبماذا تبدأ. كل هذه الأمور حقيقة ستتضح إن شاء الله بعدما ترتب الوزارة الخطوات التالية وتبدأ تعمل عليها وتنهي هذه الترتيبات، لأنه يعني مثل هذا المشروع يحتاج فعلا يكون هناك تواصل وتنسيق بين يعني الجهات التي لها علاقة بالمناهج ولها علاقة بالقرارات ولها علاقة بالجامعات. كل هذه الأمور تحتاج فعلا إلى أن تستكمل الوزارة هي الإجابة عن هذا السؤال والأسئلة الأخرى التي تحول هذا الموضوع. نعم، يعني هل بدأت هذه الورش أو هذه الاجتماعات أو هذا التخطيط بدأ العمل عليه الآن في داخل الوزارة ولا باقي؟ تعرف القرار التوجيه كان بالأمس يعني، وطبيعة الحال أنه معالي الوزير اخذ هذا الموضوع ويعني في 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 اهتمامه وعنايته، والمحل حقيقه تكوين الجهات التي لها علاقه بهذا الموضوع. وبطبيعه الحال سيرى ان شاء الله انه قريبا في خطواته باذن الله. طيب استاذ مبارك، يعني حتى الان مع قصر المدة، هل في أي تصور معين ولو للمدة، للآلية، للطريقة، المعلمين والمعلمات، في أي تصور مبدئي ولا لسه على الأقل الوقت؟ يعني ممكن يبدأ مع بداية السنة الجاية، نتوقع الفصل الدراسي القادم مثلا؟ أنا لا حقيقة لا يمكنني أن أقول لك إلا ما هو قد إلا ما قد حسم وبت وأصبح واضحا يعني. لكن هناك يعني مكونات موجودة حقيقة في المشهد التعليمي الآن. هناك طبعا اللغة الصينية تعلم حقيقة ضمن اللغات التي تدرس في كليات اللغات والترجمة عندنا في جامعاتنا. جميل. تعرف أنه نفس أيضا الصين ضمن الدول التي فيها بعثات من أبنائنا الطلاب، وهناك تخرجون منها. يعني العام الماضي تخرج أكثر من 400 طالب من الصين. يعني هذه التفاعلات حقيقة والاتفاقيات مع بعض الجامعات السعودية هي التي تضع المنطقة الأولى والتمهيد الذي تنطلق منه وتبنى عليه مثل هذه التصورات. جميل. وإذا ما علمنا فعلا أنه هذه الدولة أقصد الصين كما يعلم الجميع هي قوة اقتصادية وقوة ثقافية وهناك تواصل معها، فمن هنا تصبح أهمية تعليم هذه اللغة وقيمة هذه اللغة. الوزارة بصدد الانطلاق في العمل على هذه تحقيق هذه الرؤية وهذه التوجيهات الصادرة عن القيادة. نعم. الطلاب والطالبات السعوديين الملتحقين بأقسام اللغة أو تعلم اللغة الصينية تحديدا في الجامعات، تعتقد أنه العدد كافي وممكن يغطي الفكرة إذا ما أقرت بشكل نهائي مع الوقت وبدأ تنفيذها؟ وفي بعض الجامعات حقيقة هو تدريس هذه اللغة في بعض الجامعات وليس في كل الجامعات السعودية، وبالتالي العدد أعتقد أنه قليل يعني من الذين يدرسون هذه اللغة. لكن الوزارة ستضع
التصور الكامل حقيقة عن الممكن والمتاح وكيف معالجة الجوانب الأخرى التي تحتاج فعلا إلى ترتيب وتحتاج إلى وضع خطة معينة. ولا التوجيه والأمر حقيقة نص على أنه وضع خطة، يعني وضع خطة لإدراج اللغة. صحيح. طيب سؤالين أخيرين أستاذ مبارك. الأول وضع الخطة والتصور، من المفترض متى يتم الانتهاء منه مثلا؟ ما أستطيع والله أحدد لك الوقت أخي مفرح، لأنه تعرف أنا التوجيه حديث وجديد والبداية نحن الآن في البداية والوقت تحدده طبعا، ونحن الآن في على مشارف نهاية العام الدراسي. صحيح. تعرف يعني هذه الأمور لا أستطيع أحدد لك الوقت بشكل دقيق. يعني. نعم، وأنا أقدر هذا جدا. السؤال الأخير، إلى أي مدى أنتم في داخل الوزارة متفائلين بنجاح هذه التجربة في المدارس السعودية؟ إذا ما رأينا أنه هذه الخطوة الاستراتيجية في الواقع التي اتخذتها القيادة الرشيدة في وضع في فتح هذه النافذة الثقافية مع دولة ذات يعني ثقل اقتصادي وتكنولوجي ولها دور في المشهد العالمي الكبير الآن، فإن هذا التوجيه وهذا الحرص طبعا يعكس اهتمام القيادة المباركة بالتعليم والارتقاء ببرامج التعليم وتنويع مخرجات التعليم في مختلف العلوم حقيقة، وإتاحة الفرصة لهذا الجيل أن ينهل من المصادر المختلفة. طبعا الإلمام بهذه اللغة هو الإلمام بحضارة الشعوب، الإلمام بثقافة الشعوب، توفير أداة من أدوات الحوار وأدوات التواصل مع العالم. يعني نعم. بطبيعة الحال إنه إذا ما نظرنا إلى حجم هذه الدولة التي جاء توجيه لتعليم لغتها ودورها وما تم حتى الآن من اتصال ثقافي معها من خلال البعثات ومن خلال برامج الجامعات، من هنا نستشعر فعلا أن أهمية فعلا أن تبدأ هذه اللغة في محاضن التعليم بشكل جيد. نعم. أستاذ مبارك العصيمي، شكرا جزيلا لك ولانضمامك معنا في هذا. كان هذا صوت الأستاذ مبارك العصيمي، ونحن يعني نقدر أنه التصورات لم تتضح كاملا حتى الآن يعني لقصر المساحة وضيقها، ولكن نتمنى أنه مع الوقت أو في القريب العاجل يكون هناك تصور واضح حتى نستطيع أنه ننقله للمشاهدين وننقله للجمهور. يعني حاولنا أنه نحظى ببعض التصورات إذا ما كانت أقرت أو واضحة حول متى ستبدأ المراحل الدراسية التي ستتضمنها، من سيتولى التدريس اللغة الصينية، هل لدينا أعداد كافية مؤهلة أم نحتاج إلى المزيد. ولكن إلى أن تتضح هذه التفاصيل من الوزارة سنوافيكم بإذن الله بها على شاشة يا هلا. من وزارة التعليم اللغة الصينية إلى المنطقة الشرقية، هناك خيول عربية أصيلة تستعرض جمالها في بطولة الشرقية للخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية، وذلك بهدف إحياء التراث الأصيل وإيجاد روح المنافسة بين محبي الفروسية وملاك الخيل.